مرحب مرحب يا رمضان، ويا مرحبا بك يا رمضان. Vandaag is de vracht binnengekomen van de Ramadan pakketten die we gaan uitdelen aan de armen. Wij bedanken alle donateurs, alle mensen die hebben gedoneerd. Mogen Allah Azza wa Jal jullie rijkelijk belonen en mogen Allah Azza wa Jal dit in jullie weegschalen plaatsen. Yawm al-Qiyamah, als dat jullie dit inshallah terug zullen vinden op jullie weegschalen. Assalamu alaikum. هذه أمانة المحسنين التي ستوزع بمناسبة رمضان 1444 هجرية والموافق ل 2023 ميلادية. هذه هي ما نصطلح عليه باللغة العربية قفة رمضان، وهي موجودة عندنا، أي عند جمعية نجبة، اشتيختين نجبة، الذي تقدم بها المحسنون في سبيل هذا الشهر المبارك إن شاء الله، وستوزع على الأيتام وعلى الأرامل وكل المستحقين. هنا مجموعة من البيض ستصاحب هذه القفة الرمضانية، والقفة الرمضانية تشتمل على دقيق وعلى الزيت وسكر وتمر وحليب وما يسمى بالشعرية، التي كل ما يحتاجه الإنسان في رمضان. هذه هي البركة التي تبرع بها المحسنين في هذا الشهر المبارك، ولكم جزيل الشكر إخواني.